سيئون تشهد وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون المنطقة العسكرية الأولى. مسؤول في الأمم المتحدة يقول إن عملية تفريغ خزان ناقلة نفط صافر ستبدأ الأسبوع القادم. والبنك المركزي ينفي نفاد الاحتياطات الخارجية للبنك ويحذر من الحملات المشبوهة التي تروج لتلك الإشاعات. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي انفتاح المجلس والحكومة على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية. وقال العليمي لدى استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسرائيلي تيم واتس إن مسؤوليات المجتمع الدولي يجب أن تتضاعف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأشاد العليمي بالدعم الإسرائيلي السنوي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، متمنيا دفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع. شهدت مدينة سيئون وقفة احتجاجية أمام بوابة محكمة السيناف سيئون للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون المنطقة العسكرية الأولى. وناشد المحتجون النائب العام بمحاسبة ومحاكمة المنطقة العسكرية الأولى لما تنتهجه من ممارسات الظلم دون مسوغ قانوني. خرج العشرات بمدينة سيئون في وقفة احتجاجية أمام بوابة محكمة استئناف سيئون للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون المنطقة العسكرية الأولى. معتقلون بعضهم من مرت عليه 5 سنوات دون محاكمة أو تواصل مع عائلته. نطلب من الجهات المختصة بفك سجنابي. أطلقوا سراحهم. أطلقوا سراحهم. أطلقوا سراحهم. أطلقوا سراحهم. كفى ظلما. كفى ظلما. كفى ظلما. كفى ظلما. المحتجون في الوقفة رفعوا لافتات لصور المعتقلين وعبارات تطالب برفع الظلم عن المعتقلين وإطلاق سراحهم. كما طالبوا النائب العام بمحاسبة ومحاكمة المنطقة العسكرية الأولى لما تنتهجه من ممارسات الظلم دون مصوغ قانوني. أخو المعتقل محمد سالم محيور المعتقل في سجون المنطقة العسكرية الأولى سيئة الصيت منذ قرابة 5 سنوات من عام 2019. اختطفوه من قارعة الطريق بدون توجيه قانوني أو رسالة قانونية، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين واللوائح الدولية والمحلية. ونناشد من هنا نناشد السلطات المحلية والنيابات والمجلس الرئاسي أن يتدخلوا لإنقاذ أبنائنا، فهم يعانون في السجون من الظلم والقهر والاضطهاد. أكثر من 4 سنوات ونحن منتظرين تسويف من وكيل، لا نيابة لا قضاء لا ما فيش، يعني كلين يعطيك وعود كذابة. المطلوب محاكمتهم أو الفراج عنهم. هذول الناس معتقلين لهم أسر ولهم أطفال. المحتجون ناشدوا المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي بالاطلاع على حيثيات قضايا المعتقلين قسريا وزيارتهم في سجون المنطقة الأولى للوقوف عن قرب لما يعانونه من اضطهاد وتنكيل. محمد بحثين، الغد المشرق، سيئون. شيع المئات بمحافظة حضرموت جثمان اللواء الركن عويضان سالم الجوهي أركان المنطقة العسكرية الثانية بمسقط رأسه بريدة الجوهيين، وتقدم المشيعون قيادات السلطات المحلية والعسكرية وشخصيات سياسية واجتماعية. بالمجد والعلا وفي موكب جنائزي مهيب، ودع أبناء محافظة حضرموت جثمان اللواء الركن عويضان سالم عويضان أركان المنطقة العسكرية الثانية. وقفوا صفا واحدا ملتحمين لأداء صلاة الجنازة على روحه الطاهرة، جمعهم حبه وحب الوطن في مسقط رأسه. ولا بصمات واضحة ويحبها الكثير،
سواء كان من تسبي المنطقة العسكرية الثانية أو سواء كان المدنيين في محافظة حضرموت. رحل عنا الفقيد وترك فراغ كبير سواء كان في موقعه كأركان المنطقة العسكرية الثانية أو كان في محافظة حضرموت، يعد من القيادات التي يشير لها بالبنان، وأيضا من القيادات العسكرية القديمة طبعا في أثناء جمهورية الديمقراطية الشعبية. ما وصلنا حضرموت إلى هذا الأمن والاستقرار إلا بمثل هؤلاء الرجال الذين من الصعوبة أن نعوضهم في الفترة القريبة، لكن إن شاء الله الأمل في الموجودين إن شاء الله من ضباط وصف ضباط المنطقة الثانية. تعازينا لكل أبناء محافظة حضرموت، تعازينا لكل أبناء القوات المسلحة وقيادات المنطقة الثانية، تعازينا لكل أبنائنا في النخبة الحضرمية، تعازينا لكل أبناء الفقيد وأهله وذويه. بيانات النعي وبرقيات العزاء توالت من مختلف القوى والمكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية على مستوى البلاد، جميعها أشادت بمسيرة الفقيد في النضال والكفاح والمواقف البطولية التي صدرها طيلة مشوار حياته، معبرة عن الحزن العميق بفقدان أحد القامات العسكرية في البلاد وأحد الأضلع المساهمة في حماية حضرموت. نحن خسرنا قائد كبير مثل هذا الرجل وأب، بالنسبة لنا نحن كان اعتبره قائدا وأب موجه. خسرت الكادر كبير أكاديمي عسكري قائد ميداني وأيضا إداري، نفتقد من أمثاله كثير، خسرنا الكثير من هذا النوع من هذه القيادات، والحمد لله هذه سنة الحياة. كان له دور كبير جدا في حل الإشكاليات والأزمات التي كان تعصب بمحافظة حضرموت حتى في الفترة التي عاشرناها فيها، كان يمتاز بالخلق ولهيبته عندما يقابل الشخصيات أو الأطراف المتنازعة، كان الكل يسمع لرأيه ويأخذ به. نعتبره خسارة كبيرة جدا سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الاجتماعي أيضا. ولنعزي أنفسنا ونعزي حضرموت الوطن عموما بفقدان الفقيد اللواء الركن عويضان سالم عويضان الجوهي، ومثل خسارة على حضرموت وعلى الوطن جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة. فقيد الوطن وحضرموت اللواء عويضان سالم عويضان ولد بمنطقة ريدة الجوهيين مطلع ستينيات القرن الماضي، وابتعث للدراسة في تخصص المدفعية عام 79، وبعد 4 سنوات عين قائدا لكتيبة المدفعية في الجيش الجنوبي السابق ليقود في حرب صيف 94 مجموعة المدفعية والصواريخ، وفي العام 2016 كان أحد قادة قوات النخبة الحضرمية وتولى قيادة أركان المنطقة العسكرية الثانية حتى وفاته بسبب المرض. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. أعلنت الأمم المتحدة أن عملية تفريغ خزان ناقلة النفط الصافر إلى السفينة البديلة نوتيكا ستبدأ الأسبوع القادم. جاء ذلك في تغريدة على تويتر لرئيس الدعم القطري ومكتب الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جانوثماس هيمسترا، وتوقع أن تستغرق العملية نحو أسبوعين. وأضاف أن إجراءات فحص الخزان النفطي المتهالك تتواصل بوتيرة غالية، وبمجرد الانتهاء منها ستبدأ عملية نقل النفط بواسطة شركة بوسكاليس الهولندية وعبر السفينة التابعة لها إنديفور. مرت الذكرى 8 لتحرير الضالع من ميليشيات الحوثي، وما تزال الأخيرة تحاول اختراق الجبهات وتشن سلسلة هجمات ضد المدنيين وقراهم السكنية لتعويض فشلها العسكري وهزائمها المستمرة. لم تمر الذكرى 8 لتحرير الضالع هذا العام كأعوامها 7 الماضية دون أن تعود الميليشيات محملة برغبة جامحة لتعويض خسائرها التي تتجر ذيولها، مواجهة بها وجوه الأبرياء من المدنيين العزل بعد عجزها الواضح عن إحداث أي تقدم أو اختراق في جبهات الضالع بكل اتجاهاتها، ولا تكاد تتقدم في أي شبر من هذه الأرض إلا تحت غطاء مكثف من طيرانها المسير وقصفه الهمجي على القرى والأحياء السكنية. جرائم متعددة تعمل الميليشيات على تعميدها بالدم والخطف والسلب والنهب، ناهيك عن انتهاك حرمة البيوت وساكنيها، كان أخيرها استهداف مناطق متعددة في قعطبة شمال الضالع بالقصف المستمر
ويوم الاثنين الماضي من خلال دفع الميليشيات بخلايا إرهابية تهدف إلى تنفيذ تفجير إرهابي يستهدف مسؤولا بارز، إضافة إلى جريمة أخرى مطلع الأسبوع قبل المنصرم، حيث عمدت الميليشيات إلى فرض حصار على 3 قرى سكنية في مديرية الحشا شمال الضالع. لغة الأرقام لا تغيب في مشهد يصف جبهة الصمود والشموخ بقواتها الجنوبية التي أفشلت الكثير من المخططات الحوثية. 18 مواطنا في مريس تم اختطافهم واقتيادهم إلى سجون حوثية في مناطق مجاورة بحسب مصادر حقوقية. وفي ذات القرى 90 مدنيا طالتهم حملات المداهمة وطالت العشرات منهم جرائم الاختطاف والحرابة. أما في الحشا فطالت يد الميليشيات الخاطفة 72 مواطنا بينهم 15 طفلا وفقا لذات المصادر. كل تلك الخطوات الجريئة تحمل خلفها الميليشيات الحوثية خوفا متجددا مما تصفه بالخيانة من قبل أبناء المنطقة، حيث لا تمتلك الميليشيات أي بيئة حاضنة لفكرها التدميري ولا مناصرين لمشروعها الدموي. منظمات حقوقية واستنادا إلى تقاريرها الموسعة نددت بأشد العبارات ما تقوم به الميليشيات من تعد صارخ على الإنسانية والأعراف القبلية والدينية، داعية إلى مزيد من الضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. حذر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني من المحلات أو الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاد الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن الاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي على قطاعات النفط واستهداف المرافق وناقلات النفط أثرت سلبا على إيرادات الدولة، إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة. وأكد أن البنك المركزي لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. بعد سنوات من الانقطاع شبكة الاتصالات والانترنت تعود لمنطقة الحصن وباتيس في أبين. أهلا بكم من جديد. تمكنت إدارة الاتصالات والسلطة المحلية بمحافظة أبين من إعادة تفعيل خدمة الاتصالات والانترنت ليمن موبايل في منطقة الحصن وباتيس، وذلك بعد توفير محطة متكاملة بعد تعاون الأهالي وضمان عدم تخريبها. بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات فرحة كبيرة لأهالي مناطق الحصن وباتيس والقرى المجاورة لها بدلتا أبين لعودة شبكة الاتصالات والانترنت يمن موبايل، وذلك بعد جهود حثيثة لإدارة الاتصالات والسلطة المحلية بأبين. نحن اليوم في منطقة الحصن نشرف على تركيب المحطة الجديدة بعد نهب المحطة الأولى في الموقع الأول وتوقف الاتصالات لمدة 4 سنوات، ومحطة الحصن وسبعة أكتوبر والروة والمناطق كاملة محرومة كانت من الاتصالات، واليوم إن شاء الله بتعود بعد أسبوع إن شاء الله والاتصالات موجودة إن شاء الله بإذن الله. فرحة المواطنين بمحطة يمن موبايل وعودتها إلى مدينة الحصن كانت فرحة كبيرة، التمسناها من خلال الجلوس مع المواطنين، من خلال التفافهم حول المحطة، من خلال متابعتهم لمرحلة مراحل تركيب المحطة. أتمنى من المواطنين الحفاظ على هذا المنجز والاستفادة منه الاستفادة الأمثل، وإن شاء الله بإذن الله تكون هذه بداية لتطور اتصالات هذه المدينة ومدن خنفر. محطة الاتصالات السابقة بقمة جبل حصن بن عطية تعرضت للتخريب والسرقة وخروجها عن الخدمة، وعزلت بسببها مناطق سكنية كثيرة عن شبكة الاتصالات، مما دفع بعبد المجيد الكندي أحد سكان الجبل بالمبادرة والسماح بإنشاء محطة جديدة في منزله. بعد معانا يمكن 9 سنوات بعد ما انقطع الاتصالات السابقة يعني من الجبل، بعد تم تخريب البرج الأول قمنا يعني بمبادرة يعني بتبرع المكان البرج، يعني هذا تعتبر خدمة عامة للمنطقة، ويعني والأهالي الناس تعاني من الاتصالات كثير الفترة الأخيرة. بالنسبة لنا احنا كصحفيين وكرواد التواصل الاجتماعي كان مؤثر جدا لنا جدا جدا هذا الأمر، حيث انه اذا اردنا ان نرجع الخبر او نريد ان
نتواصل مع الآخرين، نبذل عناء بشكل كبير جدا من أجل شبكات الواي فاي أو التنقل إلى باتي إلى جعار أو إلى بين من أجل نشر خبر. مرحبا، صلاة بها أن ترحب بكم، أهلا وسهلا. تتعرض شبكة الاتصالات في بعض مديريات محافظة أبيان منذ سنوات لأعمال تخريب متواصلة، حتى أنها تحولت إلى وسيلة ضغط على الحكومة يستخدمها بعض المخربين لتلبية مطالب خاصة. والقريب في الأمر أن الجهات الحكومية تتجاوب مع مطالبهم، مما ساهم في انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على تاريخ وعادات الناس في أبيان. أصبحت عادة تخريب المشاريع الخدماتية في محافظة أبيان شبه عادة متوارثة، إلا أن الخيرين في هذه المحافظة يسعون لانتشالها وإبعاد هذه العادة والآفة التي توشك على إنهاء المشاريع الخدمية في المحافظة. لقناة الغد المشرق، عثمان عامر، أبيان. أما الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة. حقق نادي وسام الإنجليزي لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على فيورنتينا في المباراة النهائية بهدفين لهدف، وسجل كل من سعيد بن رحمة وجارد بوين هدفي وسام، فيما سجل بونافينتورا هدف فيورنتينا الوحيد، وبذلك بات وسام أول فريق إنجليزي يحرز لقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو اللقب الثاني للفريق في المسابقات الأوروبية بعد تتويجه بطلا لكأس الكؤوس الأوروبية عام 65. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سيئون تشهد وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون المنطقة العسكرية الأولى. مسؤول في الأمم المتحدة يقول إن عملية تفريغ خزان ناقلة النفط صافر ستبدأ الأسبوع القادم. والبنك المركزي ينفي نفاد الاحتياطات الخارجية للبنك ويحذر من الحملات المشبوهة التي تروج لتلك الإشاعات.